غيرتك. اول شيء انا طالب قبل في حلقه قبل قلنا قلت لكم حياكم، عرضني عادل وعرضني ما ادري محمد كان موجود ولا لا. الان ابداح اثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المتسابقين جنتل مقدمين على طبق من ذهب. ابداح اليوم الضيوف كان يعني فقره المتسابقين تفوقوا فيها على الفقره الرسميه بثلاث حاجات او بحاجتين او بثلاث حاجات. اولا كيفيه اداره الحوار منهم من المتسابقين، ثانيا تفاعلهم مع 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 المتسابقين ومع الضيوف، ثالث شيء الضيوف اللي اختاروه قوه الضيوف. يعني ضيوف ابداح اليوم وكيفيه، اعجبني ابداح يوم سال منير سؤال البقمي قال انت في اغلب شيلاتك حزن، يعني كيف يستوحي السؤال من كلام الضيف اللي قدامه. ابداح اليوم ابدع وضيوفه ابدعوا. انا لازلت طالب ان فقره حياكم تلغى ويبقون المتسابقين بهذول الضيوف الاسامي مثل ابو سلمان مثل منير البقمي مثل الضيف الثالث اللي كان معهم. هم ابدعوا وتفوقوا مثل ما تفوقوا العيال اللي هم عندهم مشكله. شوف الامانه يعني ابداح اليوم تالق وكعادته يعني ابداح متحدث فصيح تبارك الرحمن ومتاني وخامه صوت واثق من نفسه، رجل يقدم هو واثق. وغير كذا خامه صوت تبارك الرحمن يعني محببه لدى الشاشه. لكن يمكن الاخوان ما عندهم مشكله يلغون فقره حياكم الخاصه بالمقدمين ويخلون فقره حياكم للمتسابقين هي اللي تمشي كل اسبوع. ولكن لا بس هم خايفين من حاجه واحده اللي خايفين ان لما اباضه ياخذ لونج ما يكون الا فيه المقدم اللي هو المتسابق وضيوفه واربعه متسابقين ولا ثلاثه، ما هي بزينه قدام الشاشه، عرفت كيف؟ صحيح. لكن لما تكون فقره حياكم مداره من قبل مقدمين جايين عن طريق القناه، لا بد المتسابقين يحضرون لان فيها نقاط. فهمت علي؟ تصير فقره تصير فقره. طيب ما صبحنا على الجميل زينكم ذكرتونا، ما صبحنا على الجميل محمد المنصور واعتبروها شخصنا، ولكن عطوني عبد العزيز بن رباح على ما صبح على